السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمناسبة الظروف اللي احنا بنمر فيها يعني كمدرسين وك أصحاب مراكز وكده، وأنا بجمع بين الاتنين، يعني الواحد مدرس والحمد لله يعني عنده سنتر. في أزمة حالية يعني بين المدرسين، او بين اولياء الامور الافاضل الكرام ربنا يبارك في اعمارهم، وبين المدرسين. سبب الازمه دي ايه؟ سبب الازمه دي ان ولي الامر متخيل ومعتقد ان المدرس بيسرقه او بياخد ازيد من حقه او بيأفور في تمن حاجه او. والحقيقه ان الموضوع ده انا اتناقشت فيه مباشره مع بعض اولياء الامور الاكارم، يعني مباشرة، يعني مش اللي هو انا بقول من عندي حكاية. يعني الموضوع ده حصل في روايتين، والروايتين كان اولياء الامور الافاضل بالظبط 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 نفس الرد اللي ردته على الاول هو التاني، وكان الموضوع عنده مغلوط، كان عنده فيه مشكلة. يعني انا هقول واحد منهم، حكاية منهم يعني، ونشوف تحليلها ايه بسرعة يعني شديدة جدا. من تقريبا سنتين تقريبا اتصلت بيا سيدة فاضلة، وهي بالمناسبة مدرسة وقد تكون بتسمع الفيديو ده، هي وابنها يعني. اتصلت بيا وكانت ثايرة جدا 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 في التليفون، وانا طبعا سبتها تتكلم زي ما هي عايزة، لان يعني انا متعلم ازاي اسمعها وازاي ارد. ازاي يا مستر اسلام حضرتك تعمل مذكرة كل حصة؟ وليه المذكرة تبقى غالية قوي كده؟ ليه المذكرة تبقى ب 15 جنيه، وفي مذكرات ب 25 جنيه كل حصة مذكرة؟ فبقول لها يا فندم ثواني بس، ثواني، انا ما بعملش كل حصة مذكرة، ما بعملش شيت كل حصة خالص، انا بعمل شيت للدرس، والشيت ده بنفضل نشتغل منه ممكن 5 محاضرات وممكن 6 وممكن 4، يعني الشيت ده ممكن يقعد مع الولد بالمتوسط 5 محاضرات، يعني شهر واسبوع. الشيت ده كله بكام؟ الشيت ده عبارة عن 3 مذكرات كبيرة كده، الشيت ده ب 10 جنيه، الولد بيدفعها كل شهر وأسبوع بالمتوسط. طبعا السيدة الفاضلة كانت يعني مخضوضة، يعني ازاي الولد كل مرة بيجي لي بشيت، وكل مرة بيقول لي ان المذكرة دي مرة ب 15، مرة ب 20، مرة ب 25. طيب ممكن أسأل حضرتك تاني سؤال يا أستاذ إسلام؟ قلت لها اتفضلي يا فندم. طبعا هي بدات تهدى جدا في حدتها، يعني اتفضلي يا فندم. قالت لي هي الحصه بكام؟ معلش انا ممكن اسال الحصه بكام؟ ساعتها كانت اغلى حصه في اغلى سنتر ب 40 جنيه، ثانويه عامه، اغلى حصه في اغلى سنتر كانت ب 40 جنيه، يعني ما كناش بنشتغل حصه ب 150 جنيه ولا ب 200 جنيه ولا ب 300 جنيه، يعني 40 جنيه بيدفعوا من ايد الولد للسنتر. بقول لها الحصة هو في سنتر ايه؟ قالت لي في سنتر محمد عبده. قلت لها الحصة ب 40 جنيه. الست سكتت لحظات، وبعدين ردت قالت لي الولد مفهمني ان الحصة ب 65 جنيه. تعالوا نحسب بقى، 25 جنيه مذكرة و65 جنيه محاضرة، يعني كام؟ يعني احسب كده وقول لي معلش، عشان انا يعني بنتكلم في 90 جنيه، وطبعا الولد هياخد في جيبه 10 جنيه عشان يشتري حاجه ساقعه، يعني مش معقول هينزل من بيته ومفيش في جيبه، ادي 100 جنيه، رايح حصه ايه؟ الالماني في السنتر. طيب وكان اليوم ده الخميس، قبلي على طول السيد الفاضل المحترم الاستاذ حاتم هيبه، والولد بياخد من مامته حصتين، حصه الماني وحصه ايه؟ الاستاذ حاتم هيبه. فالست كتر خيرها بتدفع كل يوم 200 جنيه للولد، او يوم الخميس بالاخص 200 جنيه، والولد بينزل يروح الحصه ب 200 جنيه. قلت لها مش ابن حضرتك فلان الفلاني صاحب فلان الفلاني اللي بيعمل مش عارف ايه؟ قالت لي اه فعلا. قلت لها طب اقول لحضرتك بقى الكلام الاحسن والاكبر، ابن حضرتك بقاله بالظبط 4 محاضرات ما بيجيش، مع انه بينزل كل يوم خميس من بيته رايح ياخد الماني عند هير اسلام. طيب لو انت مكان ولي الامر ده، وما اتصلتش بالمستر تتابع ابنك، او ما اتصلتش بالمستر تشوف النظام ايه وتمن المحاضرة كام وتسأل وتعرف، هيبقى رد فعلك هيبقى رد فعلك طبيعي جدا ان الاسلام ده حرام، ده طبيعي جدا، انا لو مكانك هعمل كده.
انما الازمه جت من كده، بتناقش مع طالبه يعني من الطالبات، فبقول لهم يعني اولياء الامور ليه عاملين هجوم كده على المدرسين؟ قالت لي هي الاسلام، لان الطلبه كانت بتضحك على اولياء الامور وكانت بتاخد فلوس بزياده، انما احنا الفئه المفروض تتصل بيه تساله قبل ما تبدا تتكلم معاه على الواتساب، وقبل ما تبدا تهجم عليه، وقبل ما تبدا ترد عليه بتطاول وانت ما انتش عارف الوضع ايه اصلا. فبعد اذنكم لو سمحتوا واحده واحده بس وبالراحه كده، علشان في حاجات كتيره جدا مش واضحه لولي الامر الفاضل، ومحتاج ان هو يسال ويعمل كونكت بينه وبين المدرس، اساله يقول له في كذا، يقول له اه لو سمحتوا بعد اذنكم لا تتعدوا بالافكار المغلوطه من غير ما حضرتك تفهم. طبعا الكلام ده نقول ان هو بيمر على مثلا مش هقول 40% حتى من الطلبه، هنقول 30% من الطلبه هي اللي بتعمل كده، انما الباقي ناس طيبه وناس افاضل وناس يعني تراب جزامهم فوق دماغنا، سواء كان من اولياء الامور او الطلبه المحترمين اللي بيسمعوا الكلام وما بيغيبوش وبينتظموا وهكذا. فلو سمحتوا يعني معلش يعني بالراحه شويه، يعني نهدى كده شويه لان الموضوع بقى كده اوفر قوي. ونشوفكم ان شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.